يلا الان الفكره كالتالي، مين يدخن المسمار في اقل عدد من الضربات؟ موضوع مره الله اكبر. يلا تبوك يا شباب بالله، لو في خاصيه انكم توقفونا، لو في خاصيه انكم توقفونا الوقت وقفوه. عرفت؟ لا هو يبدا، هو يبدا، يلا هو يبدا. قرعه لا مو عند الفايز، انت اكبر قرعه. السنتر عند الفايز، السنتر عند الفايز. ايوه عبد القاسم نقيب. قرعه قرعه يلا عبد القاسم. ايش فيه؟ دق والله نقيب. الله يستر. تفضل شيخ مجدي، تفضل. نظارات عبد القاسم، عارف الفكره وين؟ مين دخل؟ انا بقطع عيني. روح ابلت منك ضحكه سيف الزين. بالله شوف شوف، بعطيك معلومه، بعطيك معلومه. لا يروح يحكي كذا، هذا لما نكون جاي من فين؟ من البلد. ايه يلا تفضل، ما تعاي علي كذا. عباد عباد هذا على بعد ابعد. ايش تبغى؟ مقسوم عليك، تعرف انه مقسوم عليك الحركه دي. ليه؟ شوف ايش بك؟ مدخلها بالحفره دي؟ هاي الحفره من الله كذا جت. شنو؟ ها؟ هاتي هذه حفر ذاتي. والله اديك شيء. ايش؟ يلا مو مشكلة، مو مشكلة. والله ابدا اسمع، يلا اسمع، يلا وان. شوف 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 اسمع، شوف لو هوشت كذا هبشته ومحسوبة. دقيقة دقيقة، وقف 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 يا نقيب. ايش بك يا نقيب؟ حط الحفرة يا نقيب. هو ايوه خلاص، انا بالجهة دي. خلي بالجهة دي، انت مالك؟ خلي بالجهة دي. يلا عبد الرحمن لا تتوتر، ترى مسابقة عادية. يلا يلا. واحد والله واحد. استنى شوي 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 شوي. واحد شوي شوي يا عبد الرحمن. لا اله الا الله الذي عافانا. ثلاثة أربعة ثلاثة بس ثلاثة ثلاثة لا أنا محسوبة جليت واحدة أربعة أربعة ثلاثة أربعة أيوه الرابعة الرابعة جليتها صح؟ الحسب تهويش ما جليتها أيوه تهويش والله ثلاثة محسوبة أيوه أيوه معد معد أسأل معد خلاص لا محسوبة عبد الرحمن قاسم أنا أعرف ما شاء الله تبارك الله ما حيجيبون حماسك ذا أنا نفسي أعطيك خشبتك في عيونك جيب خشبتكم يلا تقدر خشبتكم تسوي زي خشبتنا؟ مجدي مجدي انا اتمنى انه يعني تروح يا عبد القاسم سريع ها سريع سدام سدام سريع يا عبد القاسم سدام سدام ها لا لسه لسه واحد هو هذا ولا ترى في انواع انا شايف لا 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 ايوه هذا هو هذا نقعد اربع ايام يلا ها واحد اثنين يلا 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 بسم الله الله شنو بقى؟ يلا بوم كسر الواء يلا يلا والله والله بقى واحد اثنين لا 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 والله اثنين 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 لا 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 شال 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 خلي التثبيت التثبيت محسوب يعني سو دقيته كذا محسوب محسوب ايوه يلا الان مجدي يلا سوي زي كذا يلا اربع محسوب كذا كذا اي لمسه نقنص لو هبشته محسوب اي لمسه ان شاء الله كذا لا لا اقصد كذا خمسه هذه خمسه كلها محسوبه فهمت يلا واحد اثنين ثلاثة ركز ركز ابويا نجار ابويا يا سلام اثنين ابويا ايوه عادي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ولسه 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 والله يا مجدي يا حبيبي اسمع اقول لك شيء اقول لك شيء اقول لك شيء انا ما ابغى مع النقيب واو احنا دقيقه والله صباعي فوق عصافير والله صباعي فوق عصافير والله كذا عصافير والله ضربت والله عصافير كذا فوق والله احنا اسفين انتم المفروض خلوا واحد يبنط ما يبنط ما يبنط ما يبنط انت نجار قبل شويه وابوي نجار ابوي قال لازم تدق شويه لا لا ابوه قال ابوه قال ولدي جمل ماشي ابوه قال العب العب جمل ماشي على الماشي العب يلا ايوه العب ماشي على الماشي عبد الرحمن قاسم عبد الرحمن قاسم بس انا اقول لك شيء يا معدنا عباس باذن الله ايوه يا فاروق انا انسان احب الفوز الفوز هذا يجري في الدم يا ناس والله انا جاي اسوي ايش؟ جاي اسوي واحد ممتاز نصيد الفرص باذن الله بس رايك شنو في النجار؟ طيب مشاهدين الكرام نطلع فاصل عبال ما نعالج راس مجدي اطلع 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 الجوله الثانيه نشوف يا حبيبنا يا اخي ما تعرف تضرب عندي بطل واسمه فلان ما تقدر تجاري هالحين قدام الميدان حميدان بكل مهارة وتمكين القاضي اليوم لا تضرب خماسي بس يا اخي اربعة يا اخي حمد الله رجال هذا هو ايش صار ثلاثة رجال انا 20 طيب الان اعلان نتيجة بيني وبينك نتيجة
الفرق بينه وبين كم؟ نبغى نعلم تعرف الفرق بينه وبين كم؟ كم ضربه؟ كم؟ 44 لا مو 44 45 لا انا 44000 طيب الان نعلم الرحمن قاسم ها حبيبي اعلن نتيجة الفايز بموال انا بعلن انا بعلن قاسم يستاهل الفوز اللي فاز معنا في هذه الجولة نعم الاستاذ الله اكبر والحبيب الله الذي كسر الرقم القياسي وجاب اربع ضربات شوف 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 عبد الرحمن قاسم ماذا افرح؟ لسه افرح من نهاية الحلقة انا تعرف يا حبيب افرح من نهاية الحلقة